الرحمن الرحيم. بالمناسبة اليوم هذا 14 مارس 2022 11 شعبان 1443 العيد نتاع الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة هنا في المنيعة. نعطيهم القرار للمسؤولين والمنتخبين والجمعيات 0 ل 20. نطلبوا لهم المحاسبة علاه، نطلبوا لهم المحاسبة لخاطر شوف همشونا في العمل كنا نخدموا علاه، ودارونا مشاكل رؤساء البلدية اجتماعية وعائلية. اسمع وراه كلش في المحكمة، ما نسامحين لهم، ما نسامحين لهم. نطلبوا ديريكت من معالي الوزير ولا الوزيرة، نطلب دراجة نارية ها مستوية في شهادة التخصص في الأنام، وسجلنا ثلاث سنوات رانا بدون عمل، 19 سنة خبرة، طبخ وفندقة، 20 سنة مسؤولية نضال، داك جانب سياسي حاصرون عليه، يحق لخاطر ما كايناش معاهم الحرام وما حطمناش، وما نخافوش. نطلب اسمع ها شهادة البروفيسور هذه في 99 ها البوست اللي تحلينا في البلدية وبدلوا المنصب المالي نتاعو تلينا في الخشيبة مانيش خدام ما تزوج ودار لي مشكل مانيش عارف راه عندي مشاكل علاه من رؤساء البلديات ومن اصحاب الاحزاب السياسيه اللي ما بقيتش نمشي معاهم، نمشي ورقه بيضاء، الرئاسيات ورقه بيضاء ما يسالونيش. لا عندك ولاد؟ عندي ربع ثلاث اولاد وبنت. ثلاث اولاد او بنت وكلش محطوط، اسمع زوروا لنا عقارنا ما ناس سامحين، نطلبوا المساعده من الوزير الضمان الاجتماعي ديريكت، ماناش باقيين جمعيه ولا رئيس بلديه ولا ولي المنيعه، ماناش باقيين. واسمع عطاتنا غير دايما ولا محطوطه عاطله، يدير معاينه معاطله. انا كنا نعمروا بها الغاز وننشطوا بها في العمل نتاعنا وننشطوا بها في كل الجوانب، رانا عاملين بلا وراها محطوطه في الدار، في الدار ماناش خايفين. مسير يا بوتغ كاين اللي اسمع كاين اللي يستعمل صورك يزورها من واحد اخر ولا يخرج بك، دفعنا عام ونص ملف هنا وعام ونص هنايه وتمسخروا بها، ومازال ملفي في المجلس الولايه في كاع الوثائق وما ناس سامحين للمسؤولين. حق ربي الارهاب الاداري اللي حاصرنا في عملنا وحاصرنا في نضالنا وحاصرنا عليه بينيحوا على كراسي، حق ربي يقول له يسمع مازال قاعدين مع الجزائر ومع بوتفليقه حي ولا ميت، وتعهدنا معه مع جوج محبات القران الكريم ومحبه الوطن وشهاده الصالحين هكا، والمجد والخلود للشهداء اللي يجدر الانحناء امام بخشوع جوج العالم الوطني والشهداء. اسمع وما ناس سامحين ديما دير الدرك تحقق، الدرك تحقق.